صراحة المناسبة هي واحد الفرح حقيقي بدينا بهذوك الوليدات وليدات المغرب اللي غناو وقصوا وشدوا ولحوا واحد المجموعة من الرسائل لكل المسؤولين لكل البراءة اللي كاينة فيهم المسؤولين تدبير الشأن العام المنتخبين الحاضرين اليوم السلطات كل التخصصات ديالها والانشغالات ديالها هي رسائل عميقة جدا العنوان ديالها الأبرز هو هذا الوطن هذا الوطن المغربي هذا الوطن الجميل تاريخ متعدد غني كيفاش يستمر أكثر جمال أكثر غنى أكثر تعدد هذا التحدي اليوم أنا كنوجه من هذا المنبر الجمعية هذه المنظمات للمجتمع المدني كنوجه لهم تحية عالية جدا لأنهم اليوم زرعوا وأسسوا لواحد المهرجان إقليمي إن شاء الله سيكون عمره مديدا لسنوات ولعقود إن شاء الله تعالى وهذه تكون مناسبة مناسبة للفرح مناسبة لاستعراض الإبداعات ديال الجمال ديال المبدعين ديال الفنانين التقليديين الصناع وغادي يكون مناسبة للترويج يعني التجاري والاقتصادي وغادي يكون واحد الفسحة خلال السنة اللي إن شاء الله مع توقع ديال المطار باش يفتح الإقليم على سهولة الوصول إن شاء الله يمكن اللي يكون في المستقبل من أهم المهرجانات ديال الحرفيين في المغرب يتعرض حضور كثير من الزوار ومن السواح إلى آخره وما نساوش اليوم حنا كنشوفوا هذه مبادرة إقليمية ولكنها ناشئة وهذا هو اللي مهم فيها بما أن هناك مئات وألوف المبدعين اللي إن شاء الله غادي يكون هذه الأروقة اللي في هذه الساحة غتكون بكل تأكيد أروقة تحيط الساحة برمتها لاحظوا معايا والمقدم الكريم جاب واحد المجموعة من الإشارات جميلة من ناحية نقولوا الإسلامية الدينية الله سبحانه وتعالى من كيتكلم على البناء ديال السماء قال بنيناها وزيناها ما وقفش عند البناء السماء متينة في البناء ديالها ولكن ما وقفش فقط عند البناء قال وزيناها علاش؟ لأنه الوظيفة الجمالية هي الصنايعية ما كاينش جمال في الحياة بلا صنايعية يمكن تبني دار باسمنت مسلح وتكون ما شاء الله في القوة وفي المتانة لكن إلا ما تخليهاش صنايعي إلا ما تخليهاش الزيجي وتخليها القباط وتخليها مولعو وتخليها كل من تعرفون منه ما كتبقاش عند هذيك الجمال اللي كيعطي هذاك الشعور بالتمتع الحقيقي بها عرس عمل عرس ولكن الا ما كانش هذاك العرس الجلابه والقفطان والطربوش والبلغاء كل هالامور كتضفي الجمال على هذاك العرس يمكن اللي يكون عرس مادي بلا اي روح جماليه شكون مولين هالشيء هذا هما الصنايعيه هما هاد المهنيين هما هاد الحريفيه اللي عندهم هاد القدره على يضيفوا الجمال لاي بناء لاي بناء ولذلك انا سعيد جدا بهذه المناسبه وكنحيي الجمعية وكنحيي كل الصناع التقليديين وكنحيي كل الناس اللي كيبصموا حياتنا بالجمال سواء كان جمال ثقافي فني إبداعي أو مادي اللي كنلاحظوه في حياتنا واللي كيعطينا وانا الشعار الرائع ديال هذا المنطقة هذا هو أن هالشي فيه هوية الصناعة التقليدية ديال المغاربة ماشي هي اللي كاينة في النيجر اللي كاينة في كندا واللي كاينة في روسيا هي جزء اساسي من الهويه الوطنيه ولذلك الرعايه ديالها والتنميه ورعايه الصناع على مستوى توفير الاحياء المجهزه والفرص والشراكات والتعاقد هو اساسي لبناء الجمال في الحياه ديالنا الى تراجع هذا الجيل وما كاينش الخلف غتكون الحياه يمكن فيها بزاف ديال الماديات لكن ما فيهاش الجمال ما فيهاش الجمال الجمال معطي الصنايعية
نعطي للمعلمين الفنانة كل واحد في المجال ديالو. فلهذا أنا سعيد بهذه المناسبة وكنحيي الجمعية ومن وراءها كل منظمات المجتمع المدني المبدعة المتألقة اللي كتجيب فن وإسهام للحياة ديال الشعب المغربي وكتصبغوا بالهوية الوطنية تعطيها الطابع ديال تمغربيت اللي كيخلي دائما متألق وعنده هذه الشخصية الوطنية المتميزة. تحية للجمعية لكل السلطات لكل المنتخبين لكل المسؤولين ديال الأمن لكل من ساهم أنه اليوم هذا الحفل يكون بذرة اللي غتغرس إن شاء الله فيها واحد الفسيلة واحد الشجيرة اللي غتكبر إن شاء الله سنة بعد سنة وفي كل سنة تكون أكثر إبداع أكثر عطاء أكثر ترويج أكثر تعريف بالإقليم والفنانة المبدعين ديالو. فتحية لكم جميعا للحضور الكريم للساكنة لكل من ساهم في هذا الحفل البهيج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.